مشاهدينا، لإضاءة أكبر حول الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من روسيا الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سبايسبول، ومن العاصمة المصرية القاهرة المحلل السياسي الدكتور محمد اليمني. أهلا بكما سيدي. بداية أبدأ مع الدكتور عمار، العمليات العسكرية الروسية تدخل يومها الرابع، هل يمكن القول بأنها طويلة الأمد دكتور؟ تحياتي سيدتي الكريمة لك ولضيفك الكريم. لا أعتقد ذلك، وأنه يعني بناء على المعطيات مما جرى ويجري لغاية الآن أنها عملية عسكرية خاصة لها أهداف يعني استراتيجية واضحة تماما، وهي يعني إنهاء أو تدمير يعني البنية العسكرية التحتية الأوكرانية لعدم استخدامها في المراحل يعني القادمة تجاه منطقة الدنباس من جهة، ومن جهة أخرى يعني وبناء على المعطيات التي صدرت من قبل يعني الرئيس الأوكراني قبل أيام في مؤتمر ميونخ حول يعني رغبة الدولة الأوكرانية لحيازة الأسلحة النووية، ويعني هنا لا يمكن يعني الحديث عما نراه اليوم بعيدا يعني أو بمعزل عن العملية السياسية أو المعادلة الدولية، والتي قد بدأت يعني منذ زمن، منذ بداية يعني أو الشهرين الماضيين حول التصعيد الغربي، تصعيد الولايات المتحدة تجاه روسيا. اليوم أوكرانيا ما هي إلا ساحة يعني ومسرح لهذه العمليات الجيوسياسية، ساحة لتفاعلات الغربية الروسية. هناك يعني كانت المعادلة ضمن مفهوم عدم تجزئة الأمن في المنطقة الأوروبية، رأينا تجاهلا يعني كاملا لهذه المطالب وحتى التفاوض عليها. فيما يتعلق في الأزمة الأوكرانية، وهي لم تكن يعني في منذ البداية ولغاية الآن أزمة روسية أوكرانية، كان هناك إطار دولي ومؤطر ضمن صيغة رباعية النورماندي واتفاقية مررت عبر مجلس الأمن وهي اتفاقية مينسك، ولكن يعني رفضت كييف تطبيق هذه الاتفاقية بناء على الضوء الأخضر الأمريكي. فلذلك يعني رأينا هذا المشهد، ومما لا شك فيه أنه يعني مشهد مؤلم بتحريك يعني الآلية العسكرية، وقد قال يعني الرئيس بوتين أننا أجبرنا يعني على هذه العملية، وأنا شخصيا أتوافق يعني مع هذا الطرح، ولكن كان لابد من اتخاذ يعني إجراءات حاسمة بهذا الخصوص. مسألة يعني تمدد حلف الناتو شرقا ودعوة أوكرانيا وحتمية قبولها في حلف الناتو، وهذا التصريح ليانس ستولتنبرغ بالنسبه لاوكرانيا وجورجيا، لا يمكن يعني ولا ممكن يعني التوافق او حتى يعني تفاهم هذه المساله بالنسبه لروسيا. هذه المساله لها علاقه في منظومه الامن القومي الاوكراني الروسيه، وايضا هي يعني كما عبر عنها الرئيس بوتين وغيرهم، يعني فعلا الان هي مساله وجوديه.